العقيدة هي التي تتحكم في النفوس وتتصرف في السلوكيات والتصورات. ولله در أهل الحق والاستقامة على غضبات الاستقامة خيموا، إذا اعوج أقوام وضل نذير، تنافر عنهم رفض وخوارج وحشوية حشو البلاد تمور، وهبية التجريد مرداسية التوحيد محبوبية المتباهر، لله در أهلها. أئمة حفظ الدين الحنيف بهم، من يوم قيل لدين الله أديان، صيد شراة أبات الضيم أسد شرا، شمس العزائم عواهون رهبان، سفن النجاة هداة الناس قادتهم، طهر السرائر للإسلام حيطان، تقيلوا مدح القرآن أجمعها، إذا استحق مديح الله إيمان، جدوا إلى الباقيات الصالحات فلم يفتهم في التقى سر وإعلان، على الحنيفية الزهراء سيرهم، والوجه والقصد إيمان وإحسان، هم الإباضية الزهر الكرام لهم، بعزة الله فوق الخلق سلطان، هم الإباضية الزهر الكرام لهم، بعزة الله فوق الخلق سلطان، لم تلههم زهرة الدنيا وزخرفها، إذ همهم صالح يتلوه رضوان، في الذب عن حرمات الله شأنهم، لا شأن دنياهم نيل وحرمان، رضوا ببلغة محياهم أولا، تمثلت لهم الدنيا فما جهلوا حقيقة الأمر أن العيش ثعبان، رضوا ببلغة محياهم على حذر منها كأنهم بالبلغة اختانوا، سيماهم النور في خلق وفي خلق، وهديهم سنة بيضاء تبيان، رضي الله عنهم. أئمتي عمدتي ديني محجتهم غوثي، إذا ضاق بي في الكون إمكان، لا يقبل الله، لا يقبل الله دينا غير دينهم، ولا يصح الهدى إلا بما دان، من عهد بدر وأحد لم تزعزعهم عن موقف الحق أزمات وأزمان، حقيقة الحق ما دانوا به وأتوا، وما عداه أخاليط وحمان، هم أسمع الناس في حق وأبصرهم، وفي عداه إذا ما كان في ذكر ربه، وفيما سواه في الورى كان أعجماً.